نعم. ماهر حسن الزهير. نعم. ابن حسن الزهير. نعم. اللي معروف انه ابوه حسن الزهير. نعم. اخر انسان اندفن بمعار، مقبرة معار. نعم. مش بهاي المقبرة، بالمقبرة الشرقية. نعم. اللي بسموها مقبرة دار الهيب. وبعديه ما اندفن حدا. قبل 25 سنة كنت اجيب ابوي، انا كان قوي، ابوي عاش 105. قدمنا ابوي قال دفنوني هون، قدمناها لأريك راس، كان رئيس المجلس أريك راس. نعم. أريك راس قال لا، بداش حدا بعده يدفن هون. كان ابن عمي اسمه صالح قال طيب انطوني مقراش هون. شو جاوبوا بالجرائد وكله معاي موثق يعني متعاد، شو جاوب؟ قال لم يحن الوقت انك تاخذ بقراش هون، مثل ما انه لم يحن بعد الوقت انا هو عن حاله اخذ بقراش بسخنين. وكأيلو إلهن حق يعني بسخنين. نعم. نعم. نعم حاج. كيف حالك حاج؟ يعني شو شعورك وانت بتيجي لهون على طبعا مسقط رأسك معار وبتشوف حولك الشباب والأحفاد؟ يعني والله الحمد لله يكونوا بخير ويضلوا. نعم. انت حاج ولدت هون؟ لك ايه. تحكي لنا يوم تمطلعتوا من هون قديش كان عمرك؟ والله يا خالي انا مش متذكر مليح. ولد 33 انت 35. كان عمره خلية 13 سنة. كان عمره 13. انت تسألني عن اي واحد تقريبا الجيل الاول الهلال اللي بعد يعني. نعم. ابو نسيل اللي كان معنا يوم السبت. نعم. هذا مولد 33 احمد عبد الهادي. نعم. يعني تقريبا 81. اليوم اكثر واحد عاش بمعار هو ابوي. 105 عاش. اما اخر 10 سنين ما اجاش معي. لا شيخ مش كان. نعم. والاعمار يعني بتعرف فيها. طيب يعني استاذ يوسف احنا يعني كل يوم نكبي احنا عم نيجي لهون بنشوف اهل معار بتجمع هون. نعم. هل يعني بتحاولوا انكم تذوتوا معاني الانتماء، معاني الوطنيه للابناء للاحفاد في مجيئكم لهون، ولا بس مجرد انه اجينا وقعدنا واكلنا وروحنا؟ لا مش مجرد، لا. نعم. انما حقيقه. وفي مرات بيقولوا انه في مرات بيقولوا ظنون صعب خيال انك انت ترجع على معار. في ناس بتقول الحقيقه بتزول وبتبقى الاحلام، انا بحلم ارجع على معار. يا ما حقائق راحت والاحلام بقيت، ليش لا؟ اكبر برهان احنا من معار وانوجدنا بمعار ومننساش معار، وهذا التواجد هون وللتواصل. هذا حفيدي، هي تعال يوسف، هذا على اسمي، هذا حفيدي منه، هو عمره سنة أنا بجيبه لهون. هذا الهدف منه التواصل، وأكبر برهان إنه هاي البلد إلنا وهاي الأرض إلنا وهاي جبل، أكبر برهان وجودنا هون، نحن هنا، هي أنا هنا. إسه في حكاية الصرصور اللي انهزم من العقرب وفات بالصخرة، صارت تخبط له، قالت له إيه أنت بتقدر تقدح الصخرة؟ قالها لا، لكن بدي أسمعه إني موجود، وإحنا بنسمع جوا وبرا والعالم إننا موجودين وإن حق إحنا وهاي البلد بلدنا هنا. لذلك هذا ينم عن تواصل أشياء. طب إذا أنا بديش أجيب حفيدي شو بعد أكمل سنة شو بدي أعرفه إنه من معار أو مش من معار أو كذا؟ فهذا التواصل هو للأجيال بخلي الناس تظلها تيجي على معار تتذكر معار حتى لو عاشت بالأحلام، والأحلام تبقى والحقائق مرات تزول الأحلام. نعم. فلذلك حب وانتماء فعلا لمعار، بحبوا معار، بدموا لمعار. قال له بتيجي على معار؟ قال له إلا إيه؟ ليه؟ قال له إيه بلدنا يا زلمة، هي بلدنا، معلوم باجي على معار يعني بلدنا. لذلك دائما في تواجد من أهل معار في معار دائما في، والحمد لله ما بننساها أبدا. نحن بحاجة لأشعارك تنغمنا إياها هيك. والله أنا يعني طلع في شغلة بدي أقول لك، أنا أشعاري تنم عن شيء يعني
مثلا بقول انا عربي معاري فلسطيني، انا عربي معاري فلسطيني، بمعاري العالي جدودي دفيني، شعاري زعطري وخبزي وزيتي، وطننا زارعه ببصبوص عيني. لذلك هذا الانتماء يعني لا يمكن ان يزول ابدا. في شغلي انا، في شغلي بايدهاش في كل القرى المهجره، انا بايد نقول هذا الشعر الانتماء، معاري العالي تركتك ولكن قلبي ما غفل عنك، ولكن يا ريت ما كان هالظالم ولا كان غير بارض هالشيد عتاب. هذا من قبل. اما انا صرت احضر مره بالبروي، مره بالغابسيه، مره بمعار هنا. هل اللي عنده مواهب، اللي عنده ولد بده يغني، اللي عندها بنت لابسه ميلي جاي ترقص، ايش احنا جايين؟ هاي نكبه، هاي نكبه. ممنوع احنا اللي يعني عندك مواهب اظهرها بمجال النكبة، مش بمجال الرقص وهكذا إلى آخره. اظهرها بأشياء اللي تليق لكل حدث حديث ولكل مقام مقال. شغلي أخيرة بدي أذكرها، إنه أنا بتضامن مع الناس بهذا التاريخ، هذا استقلال إسرائيل، نكبة فلسطين. لما أعلنت إسرائيل عن قيام دولة إسرائيل، الحاج أمين الحسيني كان بالقاهرة، ليش ما أعلنش عن قيام دولة فلسطينية؟ هذا سؤال بنسأل ليه؟ ثانياً الإشي الأهم، إنه أنا بقول لأهل معار، بقول لأهل معار يجوا لهون. نكبتنا إحنا كانت ب 19/6، أهل معار طلعوا من معار ب 19/6 مش ب 15/5. لذلك نكبتنا الحقيقية كانت ب 19/6، وب 19/6 دائما بنيجي على المقابر لهنا وعلى البلد، ونقف وقفة معبرة ذات اعتبار، ذات ذكرى، ذات تواصل، ونعلم أحفادنا وأولادنا وأن على العهد لبقون. وشكرا. يعني أستاذ يوسف، أيضا سؤال وجيه دائما، نحن بحاجة نسمع إلى رأي المهجرين. يعني كل سنة يتم إحياء ذكرى النكبة ويتم المزاودات من قبل الأحزاب السياسية، هل اللي بده يرفع علم سوريا، وهل اللي بده يرفع علم الثورة، وهل اللي بده يرفع العلم الحزبي، وهل اللي بده يحاول إنه يطلع على المنبر ويعبر عن رأيه في هذا اليوم. شو يعني أنتم تشعروا أنتم كلاجئين، شو تشعروا؟ أنا يعني هل لابس طقية ما بيجي يلبسها لغيره، حر، كل واحد حر يلبس أي طقية. أنا مع تعدد الآراء ومع تعدد الأحزاب ومع ومع، بشرط أن لا تسيء لغيرك، لكن يظل ثابت في شيء اسمه ثوابت. الثوابت دي ألمنا واحد، إحنا 518 قرية مهجرة، ألمنا واحد. لازم إحنا نقف وقفة تواصل، وقفة صمود، وقفة ثبات، كما الصبار بعد واقف، كما الرماني هاي اللي من قبل 100 سنة بعدها موجود. لازم نقف، ما نصلش بدرجة انه نختلف بين بعض. لذلك يعني مهما تعددت الآراء وتعددت الأحزاب، لازم نظل في شيء واحد وهو المثل الأعلى، ألا ننسى قضيتنا لأن كلنا بالهوى سوا. شو بتتذكري هون حجي انت؟ من 60 سنة نسيت عن ما ذكرت. أما نقول هاي بلدنا وأحلى من الطبر بهجت بلدنا، يا رب نعود ونرجع على بلدنا، تنهضر الشمع ونحن الأول، بلدنا العالي وبراس تل فيها العيش للجوعان بلد، صار يا بلدنا ولا الذلة ومر الضيف ما يلاقي حد. هاي بلدنا، هاي روحنا وهاي كبدنا، ما زال العمر ما ننسى بلدنا، ما زلنا بالحياة وين نجي. الله يعطيك الصحة والعافية. قديش كان عمرك حجي لما تهجرتوا من هون؟ 20 سنة. وين أهلك ساكنين حجي؟ بنابلس. بنابلس. أهلا من شعبنا ومن جوزنا. سوريا الأخوات. نعم. الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله حجي. رايح على بلادنا وخذ مني هذا الأشار، جيب لي بقلبه هدية ترهبين الدار،
يا حسرة يا حسرة كيف الدهر غدار خرب بلاد العز وسكنها يا كفار يا رايح على بلادنا وخذ مني هذا المنديل جيب لي بقلبه وصوب من التين والله ان رجعت على بلادي لموت انا حزين حزين على بلادي وعلى شايطين حزين لم ننسى صبارين ام الزنات والكفرين والريحانية وأجزم وعين غزال تعبت خلان الردم فيه وجسمي من تحته بالنحل فيه يا بيت العز شاك الردم فيك صير مهيون عفراء الحباب أنا معاي شارك فيه رسل بس ما عنديش ذات أي أحكي الله يعطيك الصحة أنا مش لا أنا بلدنا شو بتتذكري آخر أيام إلك هون لما طالت الزمن لما طلعت من العمل والنضال جيلا في كافة أصقاع الأرض أي استقلال هذا ومعار ليست معار في نظرهم أهل معار وأصدقاؤنا وجيراننا لن أطيل أتمنى المزيد من الوحدة الوطنية والتلاحم لأبناء الشعب الفلسطيني التي تعتبر وحدته حجر الزاوية في تحقيق أهدافنا في العودة والحرية وأتمنى وأعمل على أن تخسر إسرائيل رهانها بأن الكبار يموتون والصغار ينسون وأدعو أهل المعار وأصدقائهم إلى المزيد من التأكيد على حقنا في العودة من خلال الحضور أسبوعيا إلى البلد وترميم المقبرة بشكل يليق بقضية من بقوا فيها وأن تتعدى الموازين العالم المنافق ويحاسب هذه الدولة العنصرية التي سلبت ونهبت وطنا كاملا وحاولت قتل الشهود جميعا لنعود ويلعب أولادنا في ظل توتة المسجد والبيادر والبير الشر ولأهله ولأولاد بلده ولجيرانه. هاي إسرائيل جابت المسب لحالها. وعلى فكرة حدا بيعرف أكم سنة بعد لإسرائيل حتى تتقاعد؟ سنة تيجي للتقاعد 67. يعني زي ما قالوا أهل عكا قربت. حدا بيعرف شو هالإشارة؟ لا مش النصر، هذول اثنين من معار. هذول اثنين من معار على وقت البلاد كانوا بدهن ينزلوا على عكا على الحمار. المهم صاروا يتقاتلوا، اختلفوا مين يركب على الحمار بالأول. صاروا يتقاتلوا ويصرخوا على بعض ويزعقوا على بعض، عزروا على بعض باختصار. أجا الأول بقول للثاني تعرف شو؟ أنا بركب على الحمار من هون، يعني من معار، من هون للبوابة لأول عكا يعني، وانت بتركب على الحمار من البوابة لجوا جوا جوا جوا. بس مش هون النكتة، النكتة انه هذاك صفن قاعد يفكر ربع ساعة نص ساعة وهو يفكر، بالاخر بقول له موافق. بس المعارية مشهورين بالتيسنة تبعتهم. الجيش الإسرائيلي بفوت على القرى العربية بيعمل مناورات عسكرية تدريبات. إسا يوم من الأيام ماشي هالجيش، بديش أقول بأي بلد بس بكابول مش مهم، ماشي هالجيش هيك بالبلد ساعة كثير متأخرة بالليل يعني، ومرأة هيك من تحت شباك، مرأة عمالة تجلي، مرأة معارية، بديش أقول من أي عيلة لأنه بدي أتجوز السنة ناوي يعني، بديش حابب أظل على قيد الحياة. مظبوط. المهم مرق مارق الجيش هيك مرق من تحت شباك هالمرة اللي عمالي تجلس، هالمرة سمعت خرفشة بتقول مين؟ وللجندي بقولها خيال. ايه
ولك عسى كيف خيال ما يعني شايفتك. المهم ظلت تقول له عسى كيف خيال تياني شايفتك. وبالاخر الجندي قال لها جيش خجي جيش، لانه استوعبت انه جيش.